بأجواء من الفرح والمحبة. أقيم العرس الكنسي الذي عاشته البطركية اللاتينية في القدس لارتقاء نخبة من أبنائها للرسامة الشماسية، وهم الشماس عامر جبران من الرينة، أكرم مشربش وخالد قمو من تلاع العلي، طني حيين من حيفا. ابتدأ القداس في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة بدخول موكب رسمي، الأعلام الكشفية والمطارنة والكهنة وصاحب السيادة رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا ورئيس المعهد الإكليركي الأب يعقوب رفيدي والمطران سليم الصايغ والمطران كمال بطحيش والأب حنا كلداني الذي ألقى عظة القداس باللغة العربية. ترنيمة طلبت جميع القديسين رنمت من قبل جوقة المعهد الإكليركي فيما كان طالبي هذه النعمة مستلقيين على وجوههم أمام مذبح الرب. وبعدها تقدم الأشابين إلى المرشحين وقاموا بتلبيسهم البطرشيل والدلماتيكا. عمت الفرحة أهالي الشمامسة والكهنة والراهبات والحضور، وامتلأت الكنيسة بأصوات الزغاريت والترانيم الرائعة. وبعد القداس توجه الموكب إلى ساحات المعهد الإكليركي لتقبل التهاني على أصوات عزف القرب من قبل المجموعة البابوية. صراحة يعني أحلى فرحة ممكن تيجي علينا في الدير اللي هي فرحة الرسام الشمسية قبل فرحة الأعياد. إن شاء الله يا رب كل عام وانتم بخير ووصلوا لشمامستنا. هاي نعمة كبيرة للكنيسة المحلية إن الله ما زال يدعو شبان، وهناك شبان عم بيقبلوا دعوة الله لإلهم بالتكريس. نشكر الله على هاي النعمة ومنصلي كمان من أجل المزيد من الدعوات لحتى يخدموا بحقل الرب ويكون كلنا خدام للكلمة، ننشر كلمة الله ونوزع الأسرار على المؤمنين ونبشر باسم يسوع. بشكر الرب تعالى على هاي النعمة، وأيضا بشكره بشكل خاص لأنه من رعاية تلاع العلي هناك شماسين اليوم ارتسموا. هذه كنيستنا في الأرض المقدسة، كنيسة الأردن وفلسطين إسرائيل الجليل، بنحبها، المسيح أعطانا إياها، المسيح دعانا نعيش هنا، فإن شاء الله شبابنا وبناتنا يحبوا هاي الكنيسة يقبلوا دوما على خدمتها في الدعوات الكانوتية والرهبانية. مبارك للشمامسة والأهاليهم لكل الكنيسة بهذا اليوم العظيم. هذا هو الفرح الكبير، وهذا حبة الحنطة اللي انزرعت في المعهد الإكليريكي، وهي هي التعزية تبعتنا اللي منعيشها في إيماننا في الأرض المقدسة، إنه نشوف كهنة جدد على مذابح الرب. إحنا اليوم كتير مبسوطين لرسامة 4 إخوة لإلنا بالشماسية الإنجيلية. زي ما أنت شايف اليوم احتفالنا بقلب السمينير، وزي ما احنا بنعرف كلياتنا السمينير هو قلب الكنيسة النابض للبطركية اللاتينية. بشكر ربنا كثير على هاي النعمة، وبالفعل بطلب من الجميع الصلاة من أجلي، وأنا كمان بصلي من أجل هاي الكنيسة المقدسة إنه ربنا يباركها ويمنحها السلام، يمنح السلام لهاي البلاد، يمنح السلام لعائلاتنا ولبيوتنا. نشكر ربنا على هالنعمة الكبيرة، نكون قد الخدمة هاي اللي نقدر نعطيها للكنيسة ولربنا وللمجتمع. بصلي لكم جميعا حتى ربنا يحمينا ويحمي هالوطن ويعطينا السلام بالشرق الأوسط وبكنيستنا. فرحة اليوم كبيرة في أني أكون أمشي أول خطوة نحو سر الكهنوت، نخدم ربنا فيه ونخدم كل شخص هو بحاجة لقدام، ونطلب صلاتكم من أجلنا حتى بالفعل نكون شهود حقيقيين للمسيح ومناء لنعمته وبركته لإنجيله ولكلمته، نقدر نوزع هاي الكلمة لكل الناس لكل البشر. لنورسات مارلين الحدوى من المعهد الإكليركي بيت جالة.